في ساقية الصاوي أعلنت نتائج مسابقة مجلة ناشونال جيوغرافيك العالمية لهواة التصوير الفوتوغرافي للشباب. شارك في المسابقة دي 33 دولة من ضمنهم مصر، واللي بترعاها شركة نهضة مصر للصحافة والإعلام وشركة نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع. من شروط المسابقة أن المتسابقين يقدموا صور لحيوانات أو وجوه أو مناظر طبيعية. وصل عدد المتسابقين أكثر من 450 متسابق وشاركوا ب 540 صورة. فاز في المسابقة 30 متسابق على المستوى المحلي، اختارتهم لجنة التحكيم على أسس وقواعد عالمية محدداها مسابقة مجلة ناشونال جيوغرافيك. أما المتسابقين اللي فازوا وترشحوا للمشاركة في المسابقة عالميا فكانوا ثلاثة: ماريا مدحت وهشام عبد الله وهاني عسل. مجلة ناشونال جيوغرافيك العالمية للشباب عملت مسابقة على مستوى دول العالم كله، وشارك فيها 33 دولة من ضمنهم مصر. مسابقة ناشونال جيوغرافيك العالمية هي بحد أقصى سن 14 سنة، بس مجلة ناشونال جيوغرافيك هنا في مصر عملت 12 مسابقة وشارك فيها كل الأعمار. إن أدي الصورة مهمة، وأدي إن هو ممكن يشارك في عمل فكرة عن طريق الصورة. ففتحنا الباب بالطريقة ديت. طبعا قرأ المجلة، اطلع على الصور وتأمل فيها، يعني الصورة ممكن يقرأ كلمة وخلاص مش هيقرأها تاني، إنما الصورة ممكن يقعد قدامها لفترة ويرجع لها تاني، لأن الصورة ممكن كل شوية تحكي له حكاية أو تديله تفصيلة الكلمة ما بتقولها. المسابقة فاز فيها 30 متسابق من مختلف الأعمار. أنا شاركت بصورتين، صورة كانت لحشرة وصورة لبورتريه، والبورتريه فاز بالمركز الثالث. فزت بالمركز الاول تحت 14 سنه، و